اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. صحتك في اكلتك، والوقايه خير من العلاج. ودائما نقول مصطلحات عن الاكل الصحي، ولكن تعالوا نطبقه عملي باقل تكلفه ومن المنتجات بتاعتنا ومن مطبخنا واللي هي في متناول الجميع. العدس ابو جبه، العدس الاسمر هنعمله النهارده، ده بكليات وبروتين من البروتين النبات اللطيف، ولكن في مشاكل مع الكولون، هنحل مشكلته مع الكولون باذن الله، ونشوف ازاي نعمله بطريقه جديده النهارده وبطعم تاني بطريقه بسيطه وسهله. معايا سجق النهارده بلدي، حسب عدد افراد الاسره بتجيب الكميه المطلوبه منك تقريبا نص كيلو، مع بطاطس هنعمل شويه كفته السجق بالبطاطس، حاجه جديده ولطيفه وجميله، الاطفال هيحبوها وكمان كبار السن هيحبوها، وبقدر الامكان هتكون صحيه وزي الفل. نيجي بقى للعصاير والحاجات اللي بتشوفها في الكافيهات والمطاعم واللي أولادنا بيحبوها. معانا سموزي المانجا، المانجا مغرقة السوق وبسم الله ما شاء الله طعمها زي العسل. هنعملها النهاردة سموزي المانجا بطريقة بسيطة وسهلة، هتعجب حضراتكم، مع زبادي، يعني هتساعد على الهضم، وتقريبا الزبادي مع المانجا في بينه وبين بعض وصال. تعالوا نشوفوا نعمله ازاي سموزي مع تلج ويبقى لطيف مع النعناع كمان. مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل وفي شغل في الحلقه، بما ان الاكل صحي فهكون حريص في استخدامي للماتيريال اللي هي المكونات بتاعه كل اكله، واخش جواها واشوف ازاي اتلاشى مشاكلنا من الدهون والحاجات اللي ممكن تؤدي للدسامه. مش هطول على حضراتكم، صحتك في اكلتك، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع العدس الاسمر بتاعنا الجميل، اللي هو من غير طبق الكشري يكون موجود فيه تحس ان الكشري يتيم. العدس الاسمر ده حكايه، ولكن النهارده هنعمله طبعا بطريقه جديده، بما ان العدس طبعا الاصفر او الاسمر من ضمن الاكلات الموثقه ومدرجه ضمن الاكلات الشعبيه المصريه، وهو طبعا من خير ارضنا، والعدس بتاعنا بتاع المصريين والارض المصريه الطيبه بيصدر للعالم. بصل، عدس، توب، الحاجات دي طبعا بتقول تحيا مصر في اي مكان في الدنيا. هنعمله النهارده بطريقه جديده هتعجب حضراتكم، اسمها بصاره العدس الاسمر، يعني بدل ما نعملها فول هنعملها عدس معاها بصله مقرمشه كده لطيفه وجميله على طريقه البغازي. المقادير على الشاشه: عدس اسمر وبصل وتوم وشويه بهارات من الملح والفلفل والبابريكا، وخلص الكلام، هعمل لك طبق يكسر الدنيا. المقادير على الشاشه، صورها بتليفونك او اكتبيها. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد البصل ده كده الاول يتقطع شرايح، اهوت. البقوليات مشاكلها مع الكولون انتفاخ، مفيش بينها وبين الكولون عمار. شويه الكمون لما بنحطهم على الفول واحنا قاعدين لسه هنهرسه بالشوكه وقت ما ناكل بيعالج مشاكل الكولون. شويه الكمون اللي هنحطهم على العدس ده وهو بيتسلق هيعالج مشاكل الكولون. اذا هنا حلينا المشكله بان احنا اتخلصنا من مشاكل الكولون. خدي بقى مني التركايه دي كده، العدس ده يتنقع في ميه بارده من الحنفيه العاديه لمده ساعتين. تخلصي من الميه دي هيخلصك برضو من الكولون ومشاكل الكولون والانتفاخ. انك تنقعي العدس في ماء بارد لمدة ساعتين، عدس أو فول أو حمص قبل السلق مباشرة. حبايبي على السوشيال ميديا، معلومة غير معلومة بتاعت المغازي اللي مغرقها السوشيال ميديا، بتقول إيه المعلومة الغير معلومة؟ ننقع البقوليات في ماء بارد لمدة ساعتين قبل سلقه للتخلص من مشاكل الكولون والانتفاخ. بصلاية معايا زي الفل اهيت، باخدها بهيئة قبل كل حاجة كده، ونحط عليها بقى الفليفر والطعم وتبقى مقرمشة زي الفل. تحطها على طبق كشري أهلا وسهلا، تحطيها على المجدرة. مين المجدرة دي يا مغازي؟ المجدرة دي إخواننا الشوام بيسموا الأكلة دي مجدرة. حلو، هنحط هنا فص ثوم على البصلاية، شفت بقى الطعم، وهنحط معلقة هريسة حلوة. الله، دي جديدة اهي.
على البصلايه، ونحط شويه بهارات من البابريكا والكمون والكركم على البصلايه. هي البصلايه دي اللي هتدي شخصيه للطبق اللي هعمله دلوقتي. رشه فلفل محترمه. طبعا التوابل دي لو قلبتها مع البصله دي في قلب الزيت هيتفصلوا عن بعض ويسيبوا بعض، كل واحد يروح في سكه. طب نعمل ايه عشان الاتنين ينسجموا مع بعض، توابلنا مع بصلنا؟ نعمل ايه يا عم الشيف؟ معلقتين من النشا، بنضرب عصفورين بحجر، اللي هو بنضمن ان البصلايه تقرمش وتبقى كريسبي ولطيفه وحلوه، وبنضمن كمان حاجه لطيفه اللي هي يا عم الشيف ان التوابل دي تقعد مع البصل لغايه لما يتحمر. ده زعتر فريش طازه كده لقيته في طريقي جبته، دايما بحب المطبخ بتاعي يبقى فيه روزماري، فيه زعتر، فيه ريحان اخضر، عصره ليمون يا عم الشيف على البصلايه. انا كده مهيئ البصلايه، عملت لها شخصيه، باخدها بقلبها كده، وعندي زيت شديد الحراره. الله. تعملي طبق كشري حلو، تعملوا البصلايه دي بالشكل ده وبالطريقه دي. بتعملي طبق مجدره او مدردره، الاسماء غريبه معلش، ولكن انا هنا اللي عشان افسرها وافك اللغز بتاعها. اخواننا في لبنان عندهم اكله مشهوره جدا اسمها المدردره والمجدره، الاثنين عدس ورز. المجدره اللي هي عباره عن اللي انا هعملها دلوقتي، المدردره عباره عن عدس ورز زي طريقه عمل الكشري البحري او الكشري الاسكندراني، رز بسمتي مع عدس اسمر، الاثنين بيستووا مع بعض ويتغرف. شفت البصلايه خدت لون ازاي؟ بناخدها زي ما هي كده، بنحطها يا عم الشيف في الزيت، يلا مع بعض في الزيت. الخبره الطهويه، البساطه والسهول. يا بختك يا بصلايه. ونسيبها تعيش مع نفسها بقى، ما تقلبهاش. اوعي تقلبيها ولا تيجي، خليها زي ما هي كده. هتقلبها كتير هتخسري توابلنا وبهاراتنا اللي احنا حطيناها فيها. نقلبها بعد 5 دقايق من الاحمرار. تعالوا نشوف ايه قصة العدس اختصارا للوقت بتاعنا، وعشان وقتنا من ذهب على شاشة القناة الاولى، بنعمل ايه دايما؟ بنختصر الوقت في حاجات حضراتكم شطار فيها. حلة على النار، الحلة دي بنحط فيها، الله ايه الحلاوة دي، شوف الدلع. العدس هنا قرب يستوي. كل اللي انا عملته العدس بعد ما نقعته في المية لمدة 2 ساعة، صفيته من المية، اتخلصت من المية عشان التخزين وعلشان اتخلص من المادة او من ريحة التخزين، الحاجات اللي هي بتبقى مش لطيفة. وبعد كده بتخلص كمان من نتيجة ان انا بنقعه، بخلص القشريات بتاعته من مشاكل الكولون. والعدس هنا زي الفل. ايه المطلوب يا عم الشيف؟ ان العدس ده يتعمل بوريه. بينضرب بالايه؟ في الخلاط بعد ما يبرد، او بالهاند ميكسر بتاعنا مفيش اي مشكله. زي الفل كده، تمام. تعالوا نخش على الطبق التاني عشان نكسب وقت. معانا طبق تاني فيه بروتين حيواني. ايه الدلع ده يا عم؟ دلعنا انت النهارده، واخدنا من البروتين النباتي على الحيواني. معانا سجق بلدي، حته حلوه كده زي فل. معانا بطاطس مسلوقه بالقشره وبعد ما بردت قشرتها. معانا مكعبين زبده، بصلايه ناعمه، فص توم، شويه بقدونس، وبقسماط ناعم، وبيض. شفت المقادير؟ تاني اقولها، اكتبيها ورايا يا امي يا اختي، حاجه سهله كده ولطيفه للاطفال الحلوين اللي مش بيحبوا ياكلوا السجق وبيخافوا منه او بيخافوا من شكله. حطه لهم في بطاطس مهروسه، وهتعمل اقراص الكفته بالبطاطس والسجق، هيحبوها لان فيها بطاطس، والاطفال مفطومين على البطاطس منهم انا. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي ونشتغل فيها مع بعض. اول حاجه بهرس البطاطس دي زي ما هي كده. دي بطاطس اتسلقت بالقشره بتاعتها.
طب سلقتها بالقشره ليه يا سيدي الناس؟ حلو قوي، هو ده الكلام بقى، عشان احافظ على النشويات اللي فيها والكربوهيدرات اللي فيها، حفظنا الكلام ده. اه ولكن تتغسل يا ست الكل قبل ما تسلقيها، مش تقولي انا هقشرها وخلاص، لان طبعا لو سلقتيها بالطينه والرمله بتاعتها هتخش في البطاطس نفسها وتغير لك من شكل الميه. اه شفت البطاطس بتدوب في ايديا الدوبه مرمله، اه برضو من خير ارضنا. المطبخ النهارده وكل يوم معانا على شاشه القناه الاولى بدون تكلفه، تفاصيلنا صغيره ولكن طعم وشكل جديد. اه بطاطس مهروسه زي الفل. اه الاطفال اللي مش بيحبوا ياكلوا السجق او مش بياكلوا اللحمه، في كتير يقول لك انا مش باكل اللحمه والله. طيب احنا هناكلك اللحمه بطريقه غير مباشره، ادي البطاطس كده جاهزه زي الفل. هتعمل ايه مع السجق؟ مع بعض اهو زي الفل. هناخد السجق ده. مدام اميره ازيك؟ تمام الحمد لله، ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله يا ست الكل. صباح الفل، اموريني يا مدام اميره. صباح الفل، انا بحب حضرتك جدا جدا جدا. حبك الله طبعا ويجبر بخاطرك يا ست الكل، اموريني. اسمعتي، فانا كنت عايزه اعمل الكاتشب والمايونيز في البيت. اه حاضر، عينيا الاثنين. كويس، فكره حلوه، نعمل الكاتشب في البيت ونعمل المايونيز في البيت بطريقه سهله. خدي مني وصفه كده للاثنين سريعا دلوقتي وانا بعمل ايه، وانا بقطع السجق ده مكعبات صغيره. المايونيز بتجيب الخلاط بتاع العصير الموز باللبن، تحط فيه اتنين بيضه مع واحد كوب من الزيت بينزل سرسوب، حطيه في براد في كوبايه كده ينزل سرسوب على البيض وهو بينضرب في قلب الخلاط. بعد منهم بتحط معلقه خل، فصين توم لو عايزاه بطعم التوم، وعصره ليمون عشان الزفاره بتاعه البيض، معانا سجق بلدي ده المايونيز. اما الكاتشب عينيا ما اقولكش بقى، حته بلدي حلوه زي الفل اهي. اه ده سجق ضاني. اه حلو اهو ده. أوه. حلو. طبعا كميه السجق برضه عشان اخواننا اللي بيقول لك يا شيف على قد عدد افراد الاسره، نص كيلو كيلو انت وجيبك. اه حلو، هنمسك السجق ده كده نقطعه مكعبات صغيره واحنا مع بعض بسكينه حاميه عشان انا مش عايزه يتهري مني. اهو اه نعم، سؤال وجيه والله العظيم. مستعجل على رزقك ليه؟ بيقول السجق ده هيتحمر. طبعا الرجاله شطار جدا في عمل السجق لما يخشوا المطبخ، وعمل الكبده الاسكندراني والمكرونه. السجق ده مش هيتحمر، هيخش على البطاطس دي وهي ايه؟ وهو ني. اه 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 حلو قوي. اه اه سؤال وجيه برضه. وسؤال خاص لشيفنا، واضح ان هو هينافسنا. قال لك السجق ده لما احب بيتسلق في ميه؟ هو يفضل طبعا ما يتسلقش في ميه، يعني يتفضل انه احنا على طول مباشره نجهز الطاسه شغل الكبده الاسكندراني، وينزل في طاسه سخنه شديده الحراره مع فص ثوم وفلفل حار ويتقطع بالشكل ده، او يتحط سليم ويتحط معاه دبس رمان، دي مدرسه من المطبخ الشامي. اما اذا عايزين نسلقه في ميه نحطه في ماء مغلي مع بوكيه جرنيه، وبعد ما يطلع من الماء المغلي هتلاقي طبعا شكله اتغير وخد شكل تاني بحجم اكبر، بنبدا نحمره في الطاسه مع معلقه سمنه بلدي شغل بمبار عادي. بمبار نفس الطريقه لانه بتحش رز طبعا، فلازم يتسلق في ميه، ده ما فيهوش رز يا مخرجنا. ايه رايك في الاجابه دي؟ طبعا متوصي بيك لانك مخرج البرنامج. لا معانا السجق متقطع بالشكل ده كده زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد السجق ده كده، اللهم صل على النبي، ونحطه هنا في الطاسه دي. عينيا بصله تتحرق، ده كلام راجل، دي الف بقى مطبخ. انا مطمئن، شوف البصلايه وشوف شقوتها بالله عليك، انا مش هرفعها من الزيت غير لما تجيبها. اه اه ابص على الحلاوه، بص ايوه اهي اهي اهي، ما قلبتهاش ارفعها من الزيت بس، اسيبها كده واطفي الزيت يا اختي. اه سيبيها بقى. حلو تمام، هنبدا نعمل الكفته مع بعض. فص ثوم، السجق سوري، ما عرفت ايه اللي جاب الست الكبده، ما هو الاثنين سجق وكبده. حلو، حطينا ثوم ناعم. اه زي الفل، ممكن نعملها باللحمه المفرومه نفس الطريقه. اه جبنا الثوم والبصل بالشكل ده كده زي الفل. انا مهمني النظافه قبل كل حاجه. بقدونس ناعم، حلو قوي يا عم الشيف. امسكي ايدك في التوابل بقى لان السجق واخد توابل، بس البطاطس بتحب الايه؟ الفلفل الاسمر.
كل دول مع بعض اهو. تمام. عندنا البطاطس جاهزه عينيه، نهرس دول مع دول زي ما انتوا عايزين اهو. هنحط دول كده مع بعض اهو، نقلبها تقليبه حلوه اهو. لازم البطاطس تتسلي بالقشره بتاعتها في حاله لما تعملها كروكيت او تعملها كفته، لان وجود النشويات والكربوهيدرات بيدوا شخصيه للكفته البطاطس بالذات عشان ما تفكش منك. شفت التركايه الحلوه دي كده اه؟ ما تقوليش لحد. هنقلبها مع شويه زعتر، معلش انا اسف، زعتر مهم جدا اه. الله، وهذا انا هقلبها وتسيبوني ايه براحتي بقى اه. ونحط البابريكا الحلوه دي كده عليها ونقلبها مع بعض، وناخد بعضنا نطلع فاصل، نرجع بعد الفاصل نلاقي دي اتقلبت ونعملها اقراص، اقراص الكفتة البطاطس بالسجق البلدي، والبلدي يوكل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتحمير اقراص الكفته بالسجق. هنعملها ازاي احنا مع بعض؟ كنت هشتغل فيها في الفاصل للامانه بما ان الوقت بيحكمنا، ولكن مخرجنا قال لا، رايح فين؟ في طبعا اشتغل لمصلحه الجمهور، قال لك لا يا شيف، احنا عايزين نشوف على الهواء بتتحمر ازاي. الزيت بيسخن واشوفه قدام عينيا بيسخن، على ما يسخن الزيت نعمل كذا قرص مع بعض كده واحنا شغالين. في حاجات ببقى انا عايز ايه انجز منها، يعني مثلا العدس راح بينضرب في الخلاط وهيجي لنا، بحط ايديا في الميه كده واخد اقراص الكفته دي كده، شفت بقى الشقاوه اهو، واحطها في البقسماط ده كده، نفس القصه زي البرجر كده، نفس القصة اهو. عيني اهو، حاضر اهو، ايديا في المية عشان تسلك لي ايديا وتطلع من البطاطس زي شعرة من العجينة. اللي يقولك بقى من الولاد ما باكلش السجق، قول له عيني يا ضناي مش هاكلك سجق. بعد ما ياكل الكفتة الحلوة دي كده ويستطعمها، ايه رأيك بقى ان انت اكلت سجق يا حمادة النهاردة؟ بجد يا مامي؟ اه، شفت الشيف المغازي على القناة الأولى حط السجق جوه بطاطس مسلوقة اللي أنت بتحبها، وبعد كده حمرها في الزيت طلعت مقرمشة، لأن البطاطس لما بتتسلق بالقشرة بتاعتها وتقشريها هنا محتفظة بالإيه؟ بالنشويات بتاعتها، وجود النشويات جواها هي اللي بتخليها مقرمشة. ننزل في قلب الزيت أهو، ننزل في قلب الزيت أهو، ننزل في قلب الزيت اهو، ننزل في قلب الزيت اهو، نستنى عليها شويه، ما ينفعش ننزل تاني خالص عشان ايه ما يحصلش صدام. حلو اهو، تاني قرص من البطاطس دي مع طبق سلطه خضراء حلو كده، فتوش بقى، تبوله، سلطه بلدي اللي عندك يا ست الكل، يبقى ايه بألف هنا وشفا كده. الاولاد ايه اكلوا وزي الفل. ايدي في الميه اهو، يلا هاتوا لي العدس. حاضر، انا عارف انت عايز ايه يا مخرج. الله، يلا ونقف شوية ناخد بعدنا كده ونشوف مع بعض
الله عليك الله عليك يا نور. هو ده معانا الكفته في قلب الزيت، ما تقلبهاش وتفرحي بنفسك بقى وتقولي انا بقيت احسن من الشيف المغازي. لا اوعي تقلبيها، حاجتين انا ما قلبتهمش. ايه هم يا عم الشيف؟ البصلايه لما حطيتها في الزيت، ويفضل طبعا لو بتحمري في الزيت حاجات زي اسكالوب بانيه، بصلايه زي دي كده، كفته زي اللي انا عملتها، عمليه التقليب تتم بعد 5 دقايق. تعالوا نكمل اكلتنا الجميله الحلوه النهارده اللطيفه، مشهوره جدا في المطبخ الشامي. الله عليك يا مخرج، والله العظيم انت مبدع. ده العدس بتاعنا، طاسه على النار بنحط فيها زيت زيتون. دي بقى الايه الفينش بتاع الايه؟ المجدره او المدردره. حطينا يا عم الشيف؟ حطينا زيت زيتون مع زيت الزيتون شويه توم حلوين كده محترمين. الله ومع التوم ده يا عم الشيف شويه كزبره محترمين. واستنى هسه مع شويه نعناع يابس عشان طعم التوم واللي ياكل من التوم، واسيبهم يتحمروا كده كانك بتعملي طش. حلو، اخباركم ايه يا حلوين؟ الله هو ده، الله هو ده. وازود زيت الزيتون كمان، غرقها زيت زيتون، الاكله دي بتحب زيت الزيتون. بصلايه التومه اوعى تتحمر منك. بص على الحلاوه دي، بص على الشقاوه دي، بص على الابداع ده. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. يا ويلي زلزال، خلص الكلام. اللهم صل على النبي ونقلب. شفت الشقاوه؟ بس الله، تاكل شويه عدس حكايه. دي لما تبرد بقى زي البصاره بتاعتنا بالظبط. هنغرفها دلوقتي ونشوفها مع بعض. حاضر، عينيا عينيا. ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، دي لازم تاخد غلوه طبعا مع الخلطه اللي انا عملتها من التوم والكزبره. وناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل مع الكفته بتاعتنا خدت لون ازاي واوريها لحضراتكم. ومعانا العدس الاسمر الجميل بشكل جديد. ايه الحلاوه دي؟ بص على الحلاوه، بص على الشقاوه. اهي 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 اهي. يلا الوانها جميله، الوانها شهيه. اهي 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 اهي. بقى فاصل صغير، وبعد الفاصل بافكار بسيطه وسهله وكمان تكلفه قليله في متناول الجميع نقدر نعمل مطبخ بشكل جديد وطعم جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن معنى وطعم جديد. حلو الكلام قوي يا شيف، احلى كلام بنسمعه من الشيف. تعالوا نطبقه عملي. احنا كان معانا من شويه تقريبا نص كيلو من العدس ابو جبه، العدس الاسمر. تبص عليه، رايك في الحله قبل ما نغرفه؟ بالله عليك بص له كده وشوف الحلاوه والروقان. الله، شفت الاكله دي؟ الاكله دي عايزه شويه عيش بلدي الجميل بتاعنا ده كده من الفرن اللي على الناصيه، وبألف هنا وشفا. انا بصراحه بحب اكله بالمعلقه، ده القوام بتاعه ما يتقلش عن كده ولا يخف عن كده، ده لما يبرد زيه زي البصاره. وده يتاكل بارد ما يتاكلش سخن. اهم حاجه التركايه الاخيره اللي حضراتكم شفتوها اللي هي يا عم الشيف، اللي انا بعد ما استوى العدس خفقناه طبعا، وبعد كده حطينا في طاسه تانية التومه مع زيت زيتون مع كزبره ناشفه، واتحمرت التومه مع الكزبره وكل شيء، وبعدين سقطنا العدس عليها. هنغرفها هنا كده. مخرجنا اوبا، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ طبق يكفي العيله والجيران والحبايب، ويا ريت تغرفها في اطباق زي البصاره كده بتاعت امي رحمه الله عليها وتوزعها على الجيران والحبايب. حلو الكلام؟ الله عليك. معانا البصلايه الحلوه. انا عايز بقى اسكت خالص ونسمع كده ايه رنين. الرنين ده لو دورنا في مدرسة الموسيقى والنوتة الموسيقية مش هنلاقي الصوت ده، بس للموسيقيين اللي بيسمعوني دلوقتي دور في النوتة بتاعتك مش هتلاقي الصوت ده. اهو اهو الله، صوت يجوع.
ألف هنا وشافي. أكلة ما كلفتش تلاتة تعريفة. إيش بقى عشان الفلاسفة لما يقول لك يا عم العدس، يا عم الله يرضى على والدك. أنا الكلمة الحلوة بتخليني أحفر في الزلط زي الحفار. الكلمة اللي مش حلوة بتجيب لي شوية إيه بقى؟ إحباط. إيه ده يا عم الشيف؟ نعناع. اللي مش عايز طعم ريحة بقه بصل أو توم يعمل اللي أنا بعمله ده. ده يعني شكل برزنتيشن كده على السريع. يلا عشان عندنا شغل تاني، عايزين نشوف السموزي. المانجا، المانجا بالزبادي تساعد على الهضم، والزبادي يريح القولون مع أكلة زي دي كده. لازم تعرفي بتقدمي إيه على إيه عشان في الآخر يبقى عندنا إيه. الطبق ده جاهز. بصراحة أنا عايز أنهي الحلقة لغاية كده وزي الفل وتعشى يا عم الشيف. هنعمل بقى نقدمه لمخرجنا كده. ألف هنا وشفا. شوية زيت زيتون. الله عليك، الله عليك. هنا يا ولدي، هنا يا ولدي، هنا يا ولدي. ده زيت زيتون. زي الفل نعمة. خلص الأكلة دي. نغرف الكفتة الجميلة الحلوة اللي شكلها وصوتها وجمالها يجوع. معانا شوية بقدونس زي الكبابجية. الله، شوف الكفتة بقى، شوف الكفتة وجمالها. ايه الحلاوة دي؟ اسمعك الصوت برضو هنا. الله عالدلع. حكاية زي ما هي كده. يلا، في توازن، في انسيابية هنا في المنيو بتاعي. تعال نعمل السموزي بسرعة سريعا مع بعض. تقريبا التايم بتاعنا باقي لنا دقيقتين او دقيقة. نشوف هنعمله ازاي. بنغير الجلافزات، بنغير البلانشة سريعا، مش عايزها، علشان ريحة التوم وريحة البصل، بما ان النهاردة في بصل وتوم كتير. تعالوا مع بعض بسرعة كده بواسطة خلاط ومانجا وزبادي وسكر. عينيا على الشاشة. خلطنا صديقي، كبة هي صديقي في المطبخ، خلاط هو صديقي في المطبخ، سكينة حلوة هي صديقتي في المطبخ، مقشرة حلوة هي سكينتي في المطبخ أو صديقتي في المطبخ. هناخد المانجا بسرعة. أنا عارف إنك هتعمليه أحسن مني، بس هي الفكرة كلها إن أنا برتب لك منيو. المنيو ده يا ست الكل تقدر إنك أنت تعمليه لأولادك. أكلة زي دي فيها عدس، مشاكل الهضم، مشاكل قولون، لما يكون في زبادي مع مشروب مانجا لطيف وحلو، بما إن المانجا بتاعتنا المصرية الحلوة العالم بيحكي بيها، مع زبادي، معلتين سكر، وإذا المانجا معسلة قوي قوي بلاها السكر. شفت المانجا؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ الله عليك. وناخد دي كمان. اقول لكم على حاجه بجد والله، المانجا دي لما المدام تقطعها لي انا بحتفظ بالنوايا دي كده ومصها. يا ويلي، هي دي انا هسيبها دي بعد ما اخلص واكلها تاني. احب القرقوشه بتاعتها دي كده. بتغرق لي اللبس وكل حاجه، واذا انا ما اتغرقتش من المانجا ما بقاش كلت مانجا. الله، والمانجا بسم الله ما شاء الله السنه دي جايه قبل موسمها فله. شفتوا بقى الكرم اللي احنا فيه؟ مسافرين اي مكان هات لي مانجا معاك وانت جاي من مصر. احنا في نعمه والله العظيم، في نعمه الحمد لله. تعالوا مع بعض نعمل ايه بقى؟ معلقه كده بسرعه، معلقه في قلب الخلاط ده يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسقط المانجا كده. الله، مانجا مستويه اهي، تنزل في قلب الخلاط. وناخد دي كمان في قلب الخلاط. معانا زبادي هينزل على المانجا دي ونضربه في قلب الخلاط. كوبايه العصير دي تحطها على السفره لاولادك بلاها المياه الغازيه. وعلى فكره المانجا فيها املاح كتيره،
عشان كده كمان اللي عنده املاح يقلل منها، ياكل واحده بس كل يوم. وجود الزبادي بقى، شفت بقى هنا الخبره الطهويه مع الايه الدراسه العلميه والصحيه. وجود الزبادي مع نعناع اخضر بنقلل نسبه الايه يا عم الشيف، نسبه الملح. فاضل واحده كلها عشان احنا هنشرب الكلام ده ونشرب العصير بعد ما نخلص. واعزم مخرجنا واعزم كل فريق العمل. ممكن نحط ماء مثلج وتبقى سموزي المانجا، بس انا حطيت زبادي النهارده عشان المنيو بتاعي والاكل بتاعي. كل ده شلناه. يلا عينيا. حاضر يا فندم. والله عصره ليمون، الزبادي بتاعنا مع النعناع بتاعنا في قلب الخلاط، قليل من الماء المثلج. انا هحط شويه سكر وده اختياري، وفي قلب الخلاط يا عم الشيف. شكرا لصديقي، طبعا صديقي مش بيونسني في المطبخ، مش بيساعدني في المطبخ خيره الصديق. يا صبابين العصير زيدوا حالاته. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ده المشروب المناسب للسفره بتاعه النهارده. عدس عملناه بسرعه بتكنيك عالي من الخبره الطهويه، عليها الكمون، عملنا الكفته بتاعتنا للاطفال الحلوين وكبار السن كمان، والعصير بتاعنا لطيف وجميل سموزي. رؤية فن إبداع مع تفاصيل صغيرة ومعنى كبير وطعم جديد. بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.